أخبار اليوم. وتقديم الخدمة بالرحمة وبالحب للمرضى اللي بيجوا المستشفى وإيجاد حلول بأي طريقة. وده النهاردة إن القيادة لازم تتحمل إن المشاكل المعروفة، المشاكل اللي إحنا عارفينها كلنا، ولكن إيجاد الحل هو اللي النهاردة بيحتم علينا إن إحنا نعمل ليل نهار. وتلاقي اخبار، لان دايما بقول الموارد محدوده ومحدوديه الموارد دي بتتطلب اعلى كفاءه. ما ينفعش ابدا تبقى الموارد محدوده وكفاءه محدوده، فده بيوصل الى نتيجه غير طبيعيه. الحقيقه يعني المشروعات المستمره، المشروعات الحقيقه بتتابع في جميع المجالات. لما نتكلم على مشروعات الكهرباء، يمكن يوم على اخر الشهر هتبقى ايضا في فتره قليله في اسيوط 1200 جداد. كل ده بيخلينا نواجه ان شاء الله مشكله، يعني احنا كلنا بنتكلم في السوق بالذات وكلنا بنفضل، لكن كان هناك الحقيقه حلول جذريه، حلول انها تحليل للمشكله رغم المحدودية، ولكن هي اصرار. يعني مثلا الخطه العاجله ان شاء الله تكون نهايتها في شهر اغسطس وفقا للبرنامج اللي هتزود 3200 ميجا وات على الشبكه بتاعتنا، بالاضافه الى نوع الشبكه هي اللي تخليها ان شاء الله ندخل الى يعني اكتفاء. في مشروعات كبيرة جدا في مجال الكهرباء، يمكن خلال 3 سنوات أو أقل هيكون أضيف في الشبكة أيضا 13,000 ميجا من المحطات اللي هي المحطات الأخيرة اللي جاي دلوقتي التفاوض عليها، بالإضافة إلى طاقة جديدة ومتجددة في مجال توليد الطاقة بالرياح أو بالشمس. كلها يعني مشروعات، لكن يتبقى ايضا ان احنا امام تحديات كبيره جدا. احنا عندنا وبنواجهها معتمدين على الله ثم على الجهد ثم على المجتمع التواصل. ويمكن انا بحرص كل زياره ان انا التقي بالقيادات التنفيذيه وفي المحافظه، لان في الاول وفي الاخر هي امانه انتم متحملينها. بالنسبه لي بتقدم الا اذا انتوا كنتوا على اتصال بكل مواطن له ارضيه. طب ازاي اقول؟ اذا كان فعلا كله اشتغل رئيس القريه هو قريته عارف ناس وبيتواصل مع ناس وهكذا، بتطلع على مستوى تلاقي رئيس المركز. رئيس المركز اللي ما بيمرش على مدنه انا بعتبره الحقيقه مقصر تقصير شديد جدا. لازم رئيس المركز يكون عارف ايه المدن اللي تبعه رئيس المدينة وهكذا، كل واحد يمر، لأن المرور والاشتباك مع المشاكل ده موضوع أساسي. ودي مثال بسيط جدا ممكن يعني نصل إلى المواطن بخدمات بسيطة. المطبات اللي في كل مكان في المدن بالاعتماد على الله والذكاء والتواصل مع المجتمع، يعني لو احنا جينا النهارده دخلنا في مدينة وعملنا برنامج بسيط جدا إن ما يبقاش فيه مطب في المدينة إلا دلوقتي، إيه مشكلتها؟ انتوا عندكم شركات مقاولات شغاله كتير، عندكم امكانيات مع المحافظه كتير، عندكم طرق فيها معدات، ولكن هو التسهيل. ان في انا طلعت كتاب دولي بزراعه لقيت ان في حوادث عجيبه جدا في الدول. يقول لك طفل وقع في داخل غرفه التفتيش، يعني كلام ده غير مقبول. كل مجال فيه مسؤول، وعلى طول يتحول للنيابه، مش حد ينام كده وعنده ما ينامش، لانه هو طالما تحمل المسؤوليه يبقى هو مسؤوليته حمايه كل طفل في مصر. يكون في قرارات، يكون في بنك، يكون في فعلا مجلس وزراء مصغر، ويكون في تواصل مع اي مسؤول.
المهم حلمك، لكن لجاج ثم لجاج ثم احفاظ ثم احفاظ مواضيع بيتها وارض للسيد المحافظ. لان الهدف ده واحنا بادرين في محافظات كثيره، ولكن انا واثق طبعا ان امكانياتكم والامكانيات الفرنسيه هنطلع الخطوه وخاصة في خدمة المواطن. وأنا مع المطلوب فكروا في إيجاد ولاية جاهلية في مجال الحمد لله عندنا عدد من الزملاء العاملين في الحكومة في الوسط ممكن يكون في تكدس في بعض المكان. طب ما يتفقش إن في ناس تيجي الصبح وفي ناس تيجي وردية مثلا من 3 إلى 8 أو 9 هذا الساعات بحيث إن يبقى الناس تحس إن في تغيير بعد ذلك. يعني إحنا بنتحرك وتمشي اجتماع وتأكيد التأكيد على التجارب والتأكيد على نفس الوقت المحسوبية والتأكيد على محدد الكساد بكل الطرق. لازم المواطن يحس السيطرة على الأسعار السلع النسائية في السلع لا ينفعش، لازم الجشع يتضرب. لأن احنا النهارده مركزين على زيادة مراكز التوزيع وهتزيد كل ما يعني في هناك مشروعات كثيره تتعلق بالشباب والثلاجات اللي هتتخرج بعربيات صغيره بحيث ان التوسط والاجزاء على كل محافظه لها تشتيتها. والحل الحقيقي مش هيبقى مجاني. الحل الحقيقي لان كل محافظه ليها تشتيتها وليها اجزاءها وليها اماكن توزيع. الحل الحقيقي سيصدر من يخرج من ضمير العاملين في هذا